اوكي حلوين، الساعة 11 هلأ راح أعمل شاي بحليب الخلي من الدسم، وهيدا راح يكون ترويقتي لأنه ما بقى في جوع. يا حلوين، من امبارح هيك حاسة إنه يعني ما في داعي أكل، بس عم حضر الوجبات كرمال تصوير وعم باكل شوي، يعني عم بجبر حالي. امبارح ما كملت وجبة العشاء، بس ما طالع على بال هلا افطر، فبس رح اخذ هيدي الشاي لاتيه، وبعتقد هيدا رح يكون وجبة من الوجبات. اوكي، مثل ما قلت لكم انا ما كنت ناوية اكل وجبة، وصراحة بعدني لهلا ماني جعانة، بس من الصبح وانا عم بتلقى رسائل عم بتقلي فيكي تفرجينا امثله عن الوجبات، لانه بدنا نرجع له بعدين هيدا التحدي، يعني جماعه الانستغرام عم بحكي، فحطتهم انا بالهايلايت لكل الوجبات صورهم مشان الواحد ياخذ فكره. فهدول البيضتين قليتهم بدون شي طبعا، وحطيت معهم كوب ونص من السبانخ، وهلا صاروا جاهزين. ممكن تاكلوا معهم بندورة خيار، فانا رح ضبط الصحن، صراحة مني قادرة ابدا اكل، بس رح ضبط الصحن وفرجيكم اياه مشان تاخدوا فكرة. اوكي، سو هيدا مثل هيدا الصحن كله بيطلع له تقريبا حوالي شي 300 سعرة. سو عندي مثل ما قلت لكم البيض مع السبانخ، عندي 2 خيار، عندي 2 فجل، ووحدة بندورة حجم صغير. وهيدي الوجبة كتير حلوة وبتشبع، وإذا ببلش فيها الواحد نهاره. هلا بعرف في ناس كتير بتقولي كل يوم كل يوم بيض، بس البيض أحسن شي لحسسكم بالشبع لفترة كتير طويلة باليوم. فإذا بتحبوا البيض بنصحكم إنه تركزوا عليه. هلا كمان ممكن للناس اللي زهقت من البيض تاخد مثلا جبنة قريش، بس جبنة القريش لازم على الأكيد تكون خالية من الدهون. اوكي، هلا نحنا موجود عنا فول فات وموجود عنا فات فري، فعلى البي اس ام اف لازم تكون فات فري. وكمان بتحطوها بخسة مثلا او بخبز البروتين اللي منزلته من قبل، بحط لكم اللينك لخبز البروتين بصندوق الوصف، ممكن ترجعوا له. وتحطوا لها كمان خيار وبندورة وهيك شغلات، وبتطلع عندكم وجبة حلوة وبتشبع. هيك حلوين، هلأ حاسة بالجوع. هلأ الساعة 5:30 المساء، فأكل مبارح الصحن نفسه أكلت مبارح هيك كم وحدة كم شغلة، يعني شوي من الدجاج وشوي من الخضرة، رجع سخنتهم وترويقة بعدها مثل ما هي. فأنا وأليكس رح ناكلهم، حنتشارك فيهم، وحيكون هيدا عشانا. صباح الخير. سو امبارح نسيت اعمل شاي الكركديه، فراح احضره هلا الصبح. حط له هيك شي 3 ملاعق كبار حلوين. شوفوا شو وصلني هلا بالبريد، هيدا الكب الحلو، صناعة يدوية هيدا. هلا بدي اغسله وانا وياكم بدنا نحضر مشروب الساخن لاول شي اليوم. هلا الساعة 11، سو فرجيكم كيف رح اليوم، رح اشرب قهوة فرجيكم كيف رح اضيف. اوكي، رح اضيف حليب خالي من الدسم. بتعرفوا قد ايه رح اشتاق له للحليب؟ كثير. رح سخنهم وبعدين فرجيكم شو بحط بقلب القهوة تبعيتي. اوكي، اول شي رح احط القهوة. عندي هون اورجانيك وديكاف، يعني ما فيها كافيين اورجانيك، رح احط منها ملعقة صغيرة. اوكي، سكرها. وهلا رح احط ملعقتين من الكولاجين، هذا اللي مستخدمه. اوكي، هاي ملعقتين صغار. واخيرا رح ضيف هيدا الفطر، الفطر العلاجي اسمه لاينز مين، هيدا انا بستخدمه حتى يقوي الذاكره، طبعا له فوائد تانية
بس انا استخدامي لإله بسبب هاي الشغلة، لان في شغلات كتير لازم اتذكرها. رح احط نصف ملعقة صغيرة. اوكي، ونخلط كله بيدوب بسرعة. اوكي حبيبي، الساعة 1 وهلا رح اشرب اول كباية من الكركديه. بعد ما انا جعانة وكل الامور تمام. اوكي هلا الساعة 2:30. كنت ناسي اليوم الصبح قبل القهوة اخذ الشوت، بس ما بتفرق بأي وقت. انا اصلا بعد ما اكلت شيء ما في غير القهوة اخذتها والكركديه، فحاخد شوت. اوكي بدي اعمل شوربة اليوم للعشاء، فعندي هون دجاج شلت له من الجلد قد ما فيه. هلا رح ضيف لهم مي ورح اسلقهم. اوكي هلا استووا الدجاج وانسلقوا منيح. حفرجيكم الخضرة اللي حضرتها. سو هدول 2 من الباك تشوي، هدول 2 اعواد من السلري، و3 صغار من الفلافل الحلوة وبصلة، واكيد رح احطهم كمان. وهلا رح سقطهم بقلب المرقة، فرجيكم كيف. سو ما في داعي لا نحط زيت ولا نحط اي شيء، دغري بس هيك نحطهم كلهم ونخليهم ينسلقوا سوا. طبعا بتحطوا كل اي بهارات بدكم اياها، يعني انا هحط فلفل اسود، وكمان رح احط شوي من الكركم، البابريكا كمان حابه احط لها شيراتاكي نودلز. فطبعا انتم منكم ما في داعي ابدا، اللي ما عنده شيراتاكي نودلز فيكم تحطوا كوسه اذا بتحبوا بدالها، او بس تستغنوا عنها وتاكلوها كخضره. ممكن تضيفوا اي خضره تانية بتحبوها مثلا انتو، يعني مش ضروري هيدا اكزاكتلي، بس عم بعطيكم فكره انا مشان تعرفوا تنظموا وجباتكم على البي اس ام اف. انا الشيراتاكي نودلز بجيبهم بعلبه هيك بوكس من امازون بقلبها 12، لانه بستخدمها كتير خصوصا لما يعني ما بكون عندي وقت اني احضر وجبه واتفنن فيها. فهيدي مع خضار ولحمه كتير سريعه وبتحل لي ازمه، يعني مشان ما الواحد كمان يخبص. فرح استخدم كيسين لانه لالي ولالكس، والباقي بس بطبوا لانه محتاج لبراد ولا اي شيء، بس بتخزنوا برا البراد يعني. وهيك سو شيراتاكي النودلز بتيجي بكيس وبقلبه مي، وهيدي النودلز بقلبها. اوكي لما بتفتحوا الكيس في ريحه هيك مثل السمك، فلازم تصفوها وتغسلوها كتير منيح لحتى الريحه تروح. فهلا رح اتركهم هلا على جنب، غسلتهم وصفيتهم، ورح انطر للخضار تنسلق مظبوط، وبعدين رح ضيفها باخر شيء. اوكي حطيت فلفل اسود، هلا رح احط بابريكا حلوه. لا هيدي هوت بابريكا خربطت، بس ما مشكله لان انا كنت بدي احط فيها حار. ما بعتقد هدول كفوا، ما بعتقد رح احط بعد حار. و رح نضيف ملح. شيل فليكس بكفي، وهلا رح اضيف شوي صغيره من العقدة الصفراء اللي هي يعني كركم، عصير حامضتين صغار. وهلا طبعا مثل ما قلت بتنكهوها على ذوقكم. اوكي
هلا واخيرا شرتها في نودلز فوقا. شكلها لحاله بشهي. هلا الساعة 5:00 عندي شغل، عندي جلسة هلا، ف رح اترككم هيك على النار. طبعا الشيراتاكي نودلز مستوية وكل شيء مستوي، رح اترككم بس 5 دقائق وبعدين رح اطفي عليهم، رغبتيهم اترككم وبتعشى بعد ما اخلص شغل. صباح الخير بالحلمين او مساء الخير حسب امتى عم تشوفوني. اليوم السبت عندي يوغا، فرح اجيب جارتي لانها هي مسجله كمان معي، شفنا بعض هديك الاسبوع فرح اخدها، رح نروح سوا. ما بعرف شو صار بس كتير برد له يومين، ما عاد في الواحد يطلع بدون جاكيت هيك خفيفه. سو anyway بحكيكم بس لخلص. سو بدي احضر قهوه، فهدولي بس اللي فاضلين عندي من الحليب الخالي من الدسم، بس ما رح اشتري غيرهم لانه ما محرز بقى، بعد لنا يوم بس على البي اس ام اف قبل ما ننقل للكيتو، فبس رح اشرب هول. تعرفوا تشوفوا البندورة كيف بلشت احمر، بيرفكت. فكان في حدا عم يسألني على الموزة ليش بتحطيها، الموزة المستوية إذا بتحطوها مع البندورة الخضراء بتساعدها إنها تحمر. هيدي صار في كذا وحدة مستويين، بيرفكت، ممكن استخدمهم للسلطة اليوم. alright okay راح أحط لهم ظرف شاي ديكاف. كمان طافوا فوقع شوية صار شوية حليب، ففاضل بس شوية صغيرة بس يلا ما مشكلة. اليوغا كان كتير صعب اليوم، عن جد اليوغا صعب بس بنفس الوقت هيك ريلاكسينج حلو. سو اليوم معزومين عند رفقاتنا وراح احضر انا اكله واخده معي، بعد ما قررت شو بدي اخذ. حنروح بعد الظهر يعني، فعندي وقت لفكر شوي. بعد فاضل يوم واحد من البي اس ام اف، مرق بسرعه كتير كتير ماشي الحال، وكله تمام وتيابي وسعاني علي. انا ما بزين فما بعرف، ما بهمني، بس التياب دفنت لي وسعاني علي، فشي كتير منيح ماشيين بالطريق الصح. بتمنى انت اموركم كمان تكون كلها تمام. رح اشرب ربع شاي مع حليب وما بعتقد رح اخذ وجبة اولى، بس بشوفكم بس بدي احضر للوجبة الثانية. اوكي رح بلش هلا تحضير الوجبة الرئيسية تبعيتي. اوكي فجبت الدجاج، رح اقليهم. اوبس دجاج هيك صدورة يعني بس مقصقص صغير شرحات، وعم فكر اعمل سلطة او حط هولي فوقهم، فقليهم شوي، حط لهم شوي صغيرة من المي السخنة مشان ما ينحرقوا، بس هيك يبلشوا. هلا هن رح يطلعوا مي لحالهم، بس لاني شوي مستعجلة ما بدي انطر كتير، الحرارة شوي عالية، فرح احط لهم شوي مي. اوكي شوي صغيره من المي المغليه، و بس لحتى يسخنوا شوي رح احط لهم البهارات. اوكي
اوكي سو حطيت عصير حمضة واحدة، حطيت بودرة التوم وبودرة البصل وفلفل اسود وتشيلي فليكس. هلا رح كمل تقليتهم، بقول تقليتهم بس هو يعني سلقهم ما هيك، لان حطينا شوي من المي بس اتس اوكي. اوكي رح اغطيهم هلا ونزل شوية الحرارة واتركهم يستوى على مهله. اوكي غيرت البلان فهيدول استووا، فبدل السلطة رح احط فوقهم رز القرنبيط. بما انه منكهين منيح فماني محتاجة نضيف زيت او زبدة او اي شيء، فرح اقليهم شوي كم دقيقة مع بعض شي دقيقتين ثلاثة بهيك بتصير جاهزة. اوكي وهيك خلصت، خلص عشاي. هلا طبعا كتير بعد بكير بس انا حضرته مشان اخده معي. اوكي فراح اغطيهم مشان يضلهم محافظين على الحراره، وبعدين راح احطهم بكونتينر بس لبدي اروح. اوكي هلا عم بسكو بالاكل، بدي اخده معي. هلا الساعه 5 ما قلنا زمان راجعين من الكرنفال، رحنا على كرنفال التاون كتير حلو كان، وعملت رياضة اليوم بالمشي لأنه مشينا كتير وقفنا كتير بس كان حلو. ما بعتت العلبة اللي عم عبيها رح تعتبر كمية بس كارهين شوي. أنا رح أخد معي شوي من الكبيس صح خطيون، وخلينا نروح لأنه تأخرنا. مسابة على الفيس ما بفرجيكم وجبتي الأولى. الساعة 12 عندي 2، واحد كيتو واحد مش كيتو. واحدة صغيرة من الفلافل الحلوة، 2 فجل و2 خيار. اوكي لوجبة الرئيسية الأخيرة على البي اس ام اف هيدا الأسبوع، تونة فريش. طبعا ما فينا نستخدم تونة علب على البي اس ام اف، كل شيء معلب ممنوع، لازم كل شيء يكون نضيف وفريش. سو عندي علبتين هون لأن رح أعمل إلي ولأليكس. سو عندي الطواية هون على النار، رح أحط فيها حر هيدي الصوص. هيدي ما في بقلبها زيت، شايفين؟ فالتونة الفريش اللي مجربة يعني بيعرف ما فيها طعمة بالمرة، فالواحد هو بده ينكهها. طبعا انتو اذا ما بتحبوا الحر ممكن تحطوا شوي صغيرة من المية المغلية وبعدين تقلوا فيهم التونة. اوكي وهلا رح ضيف شقة التونة بقلب الصوص. دغري بيستووا وبيجهزوا. هلا بصراحة انتم ما انتم محتاجين تضيفوا اي شيء تاني اذا بتحطوا حر يعني معهم، بس انا لان بدي حابه نكهه اكثر بدي احط لها شوي من بودرة الثوم، شوي من الملح، وشوي من بودرة البصل، وبالاخر كمان رح احط لها شوي من رشة الحمض بس لحتى ينقلوا شوي هيك يستووا. اوكي سلقت كوبين من اللوبيا الخضراء، وهلا رح احط فوقهم شيراتاكي نودلز. هدول رح ناخذهم حد التونه، رح احط لهم ملح، بودرة البصل،
عصير حامض. تحطوا اي بهارات بدكم اياها، بس نكون على ذوقكم. اوكي هلا بدي اخلطهم مع بعض. بدل الشيرتاكي نودلز بتقدروا تعملوا كوسا نودلز، وتحطوا اي خضار بدكم اياها، ما تفرق يعني، بس بروتين هو وخضرة حدا. شيرتاكي نودلز جوزة طالع على باله، مشان هيك رجعت سويتها هذا الاسبوع، بس انا بالعادة ما بسوي غير مرة اذا بدي، او كل فترة وفترة، بس لانه مش لانه منها صحية، هي كتير قليلة بالكربوهيدرات، حتى الكربوهيدرات فيها شيء لا يذكر، بس لانه غاليين كتير، فاذا بدي اكل منها الواحد باستمرار رح تصير مشكلة. اوكي هتركن شوي على النار. وهيدي الوجبة، بتمنى اسبوع البي اس ما في يكون مشي تمام معكم، وان شاء الله بشوفكم بكره مع بدايه اسبوع الكيتو الصارم.